ولكم باك يا جماعة الربع، معاكم تعابي، واليوم عدسة المارينا موجودة في كواليس مسلسل بطن ظهر، وراح نسوي كذا لقاء مع بعض الفنانين والمخرج، وإن شاء الله يعجبكم هذا التقرير. أول شيء أنا سعيد بتواجدي مع هذا الحشد الجميل، مع هالجروب اللي تحس إن أهما ما شاء الله عليهم، يعني يمكن أنا أحس نفسي إن أهما ماخذين مع بعض وأنا جيتهم، بس أسرة جميلة. بطن ظهر، بطن ظهر حدوته تحكي عن أربعة أوائل يو على غفلة، يوم يو الأب انجلط فقير ما صدق. فنشوف حياة الأربع توائم المختلفين اللي كل واحد بشخصيته مثل ما تقول المختلفة، شلون تناغمهم مع بعض وشلون كل واحد وخطه وطريقه ومشاكله، زائد ربطة إخوانه برقبته، عائلة فقيرة ما عندهم إلا أمهم، فقاعد يحاولون يعاركون الحياة عشان يصعدون، وبالنهاية نكتشف إنهم مليونيرية أصلاً وموضوع ثاني يعني. دوري هو الخال يأيهم زيارة، وريال ماخذ أربع حريم وعياله وعفسه ويهم يعفس البيت ويطلع عنهم يمشي. دوري شخصية شهد الفاشينيستا، تحب الموضة، التصوير، الشوف، الدلوعة، يعني مختلفة شوي عن أهلها. طبعا تجربة وايد حلوة وأنا وايد سعيدة فيها، كوني أول مرة أخوض دراما كوميدي، وهالشيء كنت وايد أتمنى إني أنا أسويه والحمد لله سويته. أول شيء الله يعطيكم العافية على هالتغطية هذه، مارينا اف ام طبعاً يعني مشكورين على هالدعم الحلو حق الفنانين وحق المسلسلات والأخرى. طبعاً تجربتي هذه أول تجربة، يعني مسلسل كوميدي راح يكون، فأنا أول مرة أخوض التجربة هذه، إن شاء الله يا رب أكون مقدمة بشكل حلو، إن شاء الله يعجب الناس وأكون قد الثقة يا رب. مارينا سلموا على الربع، السلام عليكم. وهني وصلنا لختام هذا التقرير، وبتغطية مسلسل بطن ظهر، التصوير وما خلف الكواليس وكم مقابلة مثل ما أنتم شفتوا، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا ونشوفكم على خير.